هيا حلوين، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده كده اعتقد باين من الصوره قد ايه فيديو كله حب ولون احمر وحاجات، بصوا خطيره ومعموله بحب جدا. هنعمل كيك وهنعمل نوع سليزونات كده خفيف وظريف، وكمان هنزوق بقى كاسات، هنزوق السفره، تنسيقات حلوه جدا للفالنتاين. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما ايامكم كلها تبقى حب كده وخير. إيه فيديو، بصوا مش قادره اقول لكم قد ايه حلو. انا قعدت اقول لكم هيبقى فيديو حلو جدا. اعتقد كده انا خلاص نفذت وعدي ليكم. لو اول مره بتشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ولايكات كتير علشان الفيديو يبان للناس كتير، وتعملوا كومنت حلو. سيبكم مع الفيديو. إيه هنبدا بقى باول حاجه كده بالكيك، علشان على ما يستوي اكون انا بدأت اعمل حاجات تانية. الكيك ده هنحتاج له ايه؟ ده نص كيلو باودر ريد فيلفت من اي مستلزمات حلواني موجودين، 4 بيضات، وانا حطيت عليهم فانيليا، نص كوباية لبن رايب، وكوباية لربع زيت. اوكي، هي دي بس المقادير. وطبعا هنحتاج القالب اللي هنحط فيه، ونان سبراي، نان ستيك سبراي علشان ما يلزقش. اوكي، هبدأ اول حاجة احط البيض اضربه. هاخد بس شوية الفانيليا دول كمان. ايه انا هضرب هنا بمضرب كهربا. بس لما البيض كده عمل بقى بابلز وبدأ ان هو يعني ما يكونش فيه كتل، هبدأ احط بقية السوائل اللي عندي. ده لبن رايب، والبديل بتاعه احنا ممكن نحط كريمة، بس انا حطيت لبن رايب عشان تبقى اخف. وهنا كوباية الا ربع زيت. هديهم برضو ضربة كده عشان يتجانسوا، وبعدين ابدأ انزل عليهم بالبودر. هنا خلاص اختلطوا عندي، بقوا يعني سايل كده واحد، مفيش حاجة منفصلة. هشيل بس ده عشان ما يبهدلش الدنيا، وهجيب بقى سباتشولا او مضرب عادي يعني يدوي، وهبدأ بقى ان انا انزل البودر ده واحدة واحدة. شايفين لونه اصلا خطير ازاي؟ طبعا مش لازم اصلا الباودر دي، يعني لو لقيته في اي مكان تاني اللي هو دريم والحاجات دي في السوبر ماركت بتكون موجودة يعني، ممكن احنا نعملها في البيت كيكة عادية حتى ونحط لون احمر. يعني طبعا نتصرف بالموجود عندنا. كويس، مبقاش في اي دقيق. احط بقى الباقي. بس هعمل بقى ميكس كده كله مع بعضه. انا مشغله الفرن على 180 من تحت بس، و يعني مش مشغله الفرن من فوق. ممكن اشغل المروحة. وهشغل المروحة لما ادخل الكيك، يعني قبل ما ادخلها كده. الكيكة بعد ما اتخلطت كويس، شايفين قوامها حلو جدا. هبدأ بقى اجهز القالب عندي. انا غسلته ونشفته كويس. هجيب بس السبراي، هو اصلا سيليكون فالمفروض يعني الموضوع هيكون احسن، وهرشه كده كله من جوه. عايزين تدهنوه انتوا اي حاجة اوكي،
بس انا كده هبقى متأكدة ان ان شاء الله مفيش حاجة هتلزق. ريحته الزبدة حلوة قوي. بس وهنبدأ كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهصب في القالب بتاعي يعني لغاية ما يكون فاضل فيه ربع بس. والباقي هحطه بقى في قوالب كب كيك علشان اسويه برضو، بس هدخل ده الاول ياخد سوا كامل ويكون كده لطيف وحلو، وبعدين هدخل التانيين بعده. العجينة اللي عندي اللي بقيت من الكيك جبت دي صينية كب كيك وقلبت بقية الكيكة في حاجة بايركس كده عشان اعرف اصب يعني يكون الصب بنظافة. وعندي هنا دي كانت مجموعة بتتباع كده ست على بعضها، فيها الحجم بتاع الشوكليت او البيتي فور وكلها قلوب، وكمان الاستندات اللي ممكن تقف ستيكس كده، وللكب كيك كمان. فانا هبدا احط كده الورق بتاع الكب كيك. بصوا هو هياخد شكل قلب اصلا لان الكب كيك عندي صغيره. بس هبدا يعني ايه هحط بقى واصبها. مش كتير قوي برضو، شايفين ده بيسهل الصب جدا، مش بنوسخ بقى الصينية. همسح بقى اي حاجة وقعت مني بالشكل ده، وهستنى القالب الكبير يطلع وهدخل دول بعدهم. طبعا ناخد بالنا ان دول مش هياخدوا وقت كبير، يعني على طول هيكونوا عايزين يطلعوا يعني 10 دقايق ربع ساعة بالكتير. تعالوا بقى نشوف انا ما الكيك كده يستوي عندي واظبطه ونشوف هنزوقه ازاي. هنستغل الوقت ده ونعمل بقية التجهيزات بتاعتي. على ما الكيك بقى يستوي في الفرن كده قلت ازوق كاسين يبقى شكلهم حلو، لو حد ما عندوش كوبايات شكل قلب او مجات عليها حاجات كده. انا جبت الطبعة، بس بصوا عايزه اقول لكم الاستيكر ده ما كانش افضل حاجه مع الطبعة بتاعتي، فانتوا لو كده اطبعوا بره او هاتوا نوع استيكر مناسب. انا طبعت هابي فالنتاين داي وبي ماي فالنتاين على استيكر شفاف، بس طبعا انتم ما هتطبعوا هيطلع اللون احلى. يعني انا هنا مش راضي ينشف يعني، بس انا حبيت اوريكم بس الفكرة عشان اللي عايز ينفذها. طبعا ده ستيكر شفاف فهيبقى الشكل حلو مهما يعني كان فيه زيادة، ما تقلقوش خالص. انا هحاول بس ان انا اخليها يعني شبه مستقيمة كده بي ماي فالنتاين، وهعمل برضو هابي فالنتاين داي. الصور دي من على جوجل عادي، كتبت هابي فالنتاين للطباعة. بس انا عشان طبعا الاستيكر عندي مش لطيف، نقوا بقى اي كاس عندكم. دي شرايط اورجانزا عندي عليها قلوب كده، دي كانت حتى يعني جاية في كادو قبل كده وانا شلتهم. هجيب بس الكاس هعمل له فيونكة صغيرة كده، بحيث ان يعني يكون الشكل مختلف وفي نفس الوقت اربط الكاس مع بقية السفرة. انا مش عايزة الزق كتير علشان لو حبيت طبعا افك الكاس يبقى سهل. هعمله بس فيونكة كده صغننة، نظبط الطرف ده. وهلزق عليه
الستيكر، الستيكر دول بيبقى في منهم شفاف وفي منهم ابيض، فانا جايبه الشفاف علشان انا عايزه يبقى شكل الكلمه هو اللي باين، مش عايزه يكون فيه لون تاني يعني. شايفين اما نحط بقى مشروب ملون هيبان جدا، وهو طبعا بس الاضاءة ممكن تكون مخليها مش باين قوي، بس هو باين عليه الكلمة بي ماي فالنتاين. هعمل التاني برضو على طول بحيث اكون مزوقة الحاجات بتاعتي اول ما ابدأ بقى ان انا هرص، يكون كل حاجة عندي جاهزة. انا بوريكم فكره اللي ما عندوش حاجه سبيشال للفالنتاين، وطبعا نفكها بعد المناسبه ونستخدم كاساتنا عادي. لو خطوبه في البيت ممكن نكتب اسم العروسه والعريس على الكاسات كده ونطبعها، بيطلع شكلها حلو جدا برضو مع فيونكه بسيطه كده. نقدر نفس الكاسات نستخدمها في كل المناسبات. طبعا هوريكم برضو ما نحط فيها المشروب هيبقى شكلها ايه. لو كنا جبنا الابيض بقى كان هيبقى باين ان هو ستيكر ملزوق، انا ما كنتش حابه الفكره دي خالص، انا كنت حابه ان الكاسات تكون كده اي هابي فالنتاين داي بي ماي فالنتاين. بصوا شكلهم طالع راقي جدا وحلوين جدا، وهيبانوا طبعا لما نحط فيهم المشروبات. تعالوا بقى نشوف كده الكيك بعد ما طلع ونزوقه مع بعض، وبعدين نعمل الحوادق اللي احنا هنقدمها برضو في السهرة اللذيذة بتاعتنا. بصوا كده الكيكات بعد ما طلعت من الفرن، عايزة اوريكم شايفين قد ايه لطيفة وهشة وشكلها حلو قوي. فهبدأ كده اجيب طبق صغير بقى، انا جايبه اطباق شكل فالنتاين برضو كده قلوب، هبدأ احط الكب كيكس بتاعتي. شايفين شكلهم طالع اصلا تحفة. بس ممكن بقى نزوقهم يعني اشكال مختلفة. هو طبعا في الستيكس اللي كانت جاية مع الورق بتاعهم، فممكن بس فيها كده ممكن واحدة كمان عشان نزوقها اكتر، دي الكريمة السبراي فممكن نيجي عليها كده. شايفين الحلاوة، اعتقد تحفة وفكرة سهلة وبسيطة. ممكن بقى ما نحطش عليها دي ورقة، ممكن ان احنا نحط شكل الشفايف ده، نحط عليها كده. من الشفايف مش مشكلة، دي افكار كده ان احنا ازاي ان احنا ممكن نزين الكب كيكس الصغيرة بتاعتنا بحاجات بسيطة جدا. طب انا الكبيرة بقى هزوقها ازاي هوريكم دلوقتي. انا جبت برضو طبق عشان يمشوا كلهم مع بعض، بس هتأكد ان الطبق بتاعي ناشف. تعالوا بقى هنطلع الكيكة الكبيرة من القالب، انا سبتها تبرد خالص في القالب. بصوا عايزة اوريكم كده شكلها كده، هنبدأ بالراحة. بصوا هي الطروف سالكة خالص. اوكي
ده كده شكلها، شايفين طالعة قلب حمراء 3D تحفة. بس كده قلبتها، وكنت حاطة رشة من السكر الباودر في الطبق، يعني هحاول اكمل حواليها بحدد بس. وشايفين رشة بسيطة خالص عليها تدي برضو يعني شكل، بحدد طرف القلب مش عليها كلها. انا حسيت ان الوش ده احلى من التاني، باين التفاصيل فيه اكتر. بس ممكن بقى نحط برضو من السبرينكلز دي عليها كده شوية كشكل اكتر. شايفين طلعها حاجة خطيرة وجميلة. طيب احنا كده عملنا الحلو، عايزين بقى نعمل حاجة حادقة يكون برضو مختلفة وطعمها حلو وفي نفس الوقت ما هوش عشا. هي سليزونات كده خفيفة ان احنا نستمتع بيها. هنبدأ بقى نعمل الصنف الحادق. انا عايزة تكون حاجة خفيفة كده وفي نفس الوقت يعني مش تقليدية قوي، فجبت دي عجينة شو برضو بتتباع في مستلزمات الحلواني، وبتكون بايت صغيرة وبيبقى في منها اشكال بقى كتير، بس انا نقيت الصغيرة عشان تبقى عارفين ان هي فكرة الوان بايت كده، ان احنا ناخد الحاجة على قطمة واحدة. ده بيبقى شكلها. هنشوف بقى هنحشي ايه. انا جايبة هنا جبنة فيلادلفيا، دي اللي بالثوم طعمها، وعندي هنا جبنة شيدر، وعندي تونة بس مصفياها من الزيت، وهحط لها كده معلقتين بس مايونيز تخليها كريمي شوية. بس هقلبها بحيث انها تبقى يعني ايه ماسكة متقعش من الحشوة. كده بقى جهزت الحشوات بتاعتي. نفس العجينه دي اللي بتعمل بيها البروفيتول، فيعني تقدروا تلاقوها بسهوله. هبدا بقى افتحها كده، هحاول ان انا مفتحش الاخر. شوفوا بتبقى عجينه يعني فاضيه من جوه، هشه كده بتبقى حلوه جدا، تنفع بقى حادق وتنفع حلو. يعني لو عايزين نعملها بروفيترول بنحشي كريم باستري وبس في صوص شوكولاته. ممكن نملاها شويه كمان عشان الحشوه تبقى باينه، فاللي يبقى بياخد يبقى عارف كل واحده حشوتها ايه. بس انا بوريكم بس افكار، طبعا كل واحد لو حد عنده روز بيف او حاجات كده ممكن يحطها، اي نوع جبن تاني يعني الموجود بقى عند كل حد، هي بس الفكرة يعني. وهحشي كمان بالفلادلفيا. عايزة اقولكوا الفلادلفيا اللي فيها اطعمة دي بالثوم وبالحاجات دي، شايفين اصلا بيبقى شكلها كده كلها نكهات وطعمها حلو جدا. ممكن اللي عايز يعملها ب اللي هي الحاجات بتاعت الحلواني عشان تبقى زي وردة جوه يعني، فا اوكي. بس انا طبعا يعني انا بعملهم لينا فعادي، يعني مهتمية ان يكون بس هو الطعم حلو والحشوات اللي احنا بنحبها. بس هملى بقى الطبق كده حشوات مختلفة وارجع اوريكم شكل ايه. ده كده شكلهم بعد ما خلصت، شايفين الحشوات طالعة شكلها حلوة ازاي والعجينة ذهبي. اللي عايز بقى يرش يعني سنة بابريكا مثلا يزوق بيها، سنة زعتر، طبعا اللون اللي انتوا تحبوه. هبدأ احط فيهم برضو الستيكس دي بحيث انها تتمسك كده وتتاكل
وان بايت، قلت لكم انا حابه فكره ان الحاجات تبقى وان بايت، تحسوا كانها تبقى ظريفه واسهل. بس ممكن في الباقيين لو انا حابه احط خلة عادية عشان ما يبقاش الموضوع تحسوا ان هو يعني ايه اوفر كده، بس مش هحط كمان فيهم كلهم يعني. شايفين فكرة بسيطة جدا وسهلة، ومش قادرة اقولكوا طعمها قد ايه حلو ومختلف. بس كده بقى خلصت وعملت الحلويات ودقنا الكاسات، هبدأ بقى اجيب حاجتي كده وارص بشكل حلو معاكم وننسق كده الحاجة مع بعض. هبدأ اول حاجة ازوق كده بقى الترابيزة عندي، حطيت ده مفرش او ورق اي حاجة عندكم شكلها بقى حلو عشان نبدأ ننسق عليها. وجبت كده حاجات من عندي قلت نشوف هنعمل بيها ايه بقى، حاجات كده عندي ازوق بيها. عندي دي كلمة لوف بتنور كده، بتبقى شكلها حلو قوي. طبعا هي عشان الاضاءة دلوقتي يعني قوية شوية، فهي ممكن تكون يعني ظاهره لكم ومش منوره قوي، ممكن اخبي ده كده وراها. وممكن بقى هبدا اوزع ورد، فانا هنا عندي ورد مجفف اللي هو الاحمر ده، بس ده انا حاسه ان انا استخدمته كتير ويعني في كل المناسبات تقريبا بحطه، فالمره دي بقى هنخلف وهنحط كده ورد طبيعي. فده كان كادو جايلي، ففي كده ورد لطيف قوي فهستخدمه. ده كده نحط ورد، هو كمان لونه ابيض فماشي قوي مع يعني كلمة لاف والفواحة اللي انا حطها. بصوا يعني وريحة الورد لوحدها تدي جو فظيع كده. بس هبدأ احط بقى الحاجات واظبط كده حواليها. هحاول بقى افضي الاول كده اماكن وبعدين اوزع الورد تاني حواليه. هحط كده بقى الكيكة اللي انا عملتها الكبيرة، طبعا عايز اقول لكم المنظر حلو قوي. ولو الحاجة دي كمان، بصوا هو انا هجرب الاول اشيل دي واجرب على احمر بس، لان حاسة ان الورد على المكتوب عليها انها زحمة، ف هشيل كده الاول دي وارجع تاني نكمل مع بعض. حسيت كده الدنيا اهدى، هبدأ بقى برضو اوزع الورد بتاعي. احط كده وبعدين بقى هبدأ اجيب الاطباق بتاعتي واظبط كده القعدة. احط الكيكة وهحط كمان طبق الساليزونات، وهنا كده ممكن احط برضو الكب كيك. شايفين؟ واصلا كمان ان نفس الفيونك سوري نفس القلوب اللي في الكب كيكس هي اللي في الساليزون، فمديها شكل حلو جدا، تحسوا كده كله مكمل بعضه. يعني عندي وردة بينك كده جاتلي، فممكن ان انا احطها برضو هنا. بس حطيت الوردة البينك كده هنا، ودي الكاسات شايفين يعني الكتابة عليها قد تكون الاضاءة ظلمها، وانا حاسة ان يعني مش باين لكم حلاوتها. وعشان برضه قلت لكم ان انا الطبعه عندي طبعه خفيف، لكن احنا طبعنا بشكل تاني هتطلع حاجه خطيره. وانا اوريكم برضه حاجات فظيعه كده ممكن ان احنا نحطها. دول اختي جابتهم لي النهارده وهي جايه، فجابت لي كوكيز كده من لابور عليهم اي لاف يو وحاجات لطيفه. فبصوا حتى تحسوا ان هو ماشي مع لون البينك كده، ممكن احط دول هنا.
شايفين بحاجات بسيطة بمكونات بسيطة وحاجات من البيت كلها تقريبا، يعني احنا ما اشتريناش حاجة من بره عشان نعمل الأفكار دي، سواء في التقديم أو في الأكل. يعني الحاجات دي عايزة لكم ما تكلفتش حاجة، كنت قايلة الأسعار في المشتريات، فهتلاقوا إن الموضوع سهل قوي. حاسة إن هي محتاجة شوية شموع كمان، ومحتاجة أقلل لكم بقى الإضاءة تشوفوا. هجيب بس شموع، بس هجيب برضو إلكتروني عشان يكونوا يكون يعني سيف اكتر. هجيب شمع وارجع كده اوريكم بقى الشكل النهائي كله. بس كده بقى زودت شموع، دي الكتروني فمفيش منها اي قلق، وزودت كده الورد شويه وظبطت الدنيا. بصوا بقى مش قادره اقول لكم قد ايه المنظر اصلا تحفه وجميل وسهل. لو رجعتوا كمان للفيديوهات اللي قبل كده، كنت عامله كوسترز وكنت عاملة حاجات زواق برضو ترابيزة قبل كده. عندكم الفكرة دي وعندكم فكرة تانية، شوفوا انهي الحاجات متوفرة عندكم وانسب ليكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. هابي فالنتاين، باي.